وكل حاجه اهم حاجه واقف يلا طب على احد الحول طب على بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أعزائي المشاهدين وموعد مع الشوط الثاني من المباراة النهائية لدورة الشهداء الأولى للناشئين لكرة القدم. فريق التحرير في مواجهة فريق النجوم على كأس البطولة والمركز الأول. انتهى الشوط الأول بتقدم فريق التحرير بهدف نظيف سجله أحمد محمد عبد الحفيظ الشهير بجودة. هل ينجح فريق النجوم في إدراك هدف التعادل وتعزيز موقفه من أجل الوصول إلى المركز الأول؟ خلونا نشوف مع بعض. تبدأ المباراة وأحمد علي سليم يعدي من واحد وعايز يعدي وكمل لورا لعيب ويقدر يجيب جول، لكن على طول محمد عادل. يا سلام يا محمد يا عادل، على طول زي الصقر كده طالع وماسك كورته قبل أحمد علي سليم. هدد والله كان يقدر يجيب الجول التاني كده ويعزز فوز فريق أحمد علي، لكن بقول لكم عامل شغل حلو قوي. نخلي عنا عليه يلعب عند جودة وتسديدة حلوة من جودة. يا ولد يا لعيب مدفعجي والله أحمد جودة، وبقول لكم في تفاهم واضح. رمي التماس من ناحية اليمين لفريق نجوم لفريق التحرير والله أحمد علي. يلعب والله الكرة اسقاط أحمد سمير تروح كده في نص الملعب عند جودة بيحاول يسقط واحدة وعلي. يا ولد يا جودة بقول لكم عايز يخطفها خطف كده مدفعجي والله. جودة عايز يضيف بقى الهدف الثاني الشخصي ليه ولفرقته، لكن تطلع بعيد عن المرمى. يلعب محمد عادل ومقطوع عند احمد علي مره ثانيه. احمد وعايز يعدي وشوط واحده طويله كده، لازم بقى يركزوا شويه على اللعب الجماعي فريق التحرير. وبيعتذر والله احمد علي، برافو يا ولد، بيعتذر لزمايله كده كان عاوز يخطفها. لازم طبعا الروح الرياضيه والاخلاق قبل اي حاجه في اللعبه يا شباب. ما شاء الله ضربه المرمى لفريق النجوم هيلعبها محمد عادل، وان شاء الله موعدنا ان شاء الله بعد نهايه المباراه ديت مع نهائي الكبار وصراع من العيار الثقيل بين فريق جهينه القبليه وفريق الشباب. يا ريت يجهزوا ان شاء الله كده لبدايه اللقاء النهائي فريق الشباب وفريق جهينه القبليه. نرجع لمباراتنا بقى ونهائي الناشئين فريق التحرير وفريق نجوم. رامي التماس لفريق نجوم لكن بيشاور المساعد يوسف عبد الكريم فاول اوت. المساعدين النهارده مع الحكم احمد سمير حكم الساحه، يوسف عبد الكريم ناحيه اليمين واحمد الشنواني ناحيه الشمال. ادي احمد علي بيعدي وعايز يلعب واحده لكن قطع محمد وليد وتروح لطلعه ويلا طلعه. شوفهاش اسلام كيلاني غير وهي بتهز الشباك واحد واحد. يا ترى هنكون النهارده على موعد جديد مع ركلات الترجيح ولا هيحصل ايه؟ واحد واحد وهنشوف في تغيير ولا ايه؟ في بيراميدز الفرقتين؟ بيراميدز لازم يعمل ايه؟ خطفها والله لازم يعمل ايه؟ هدف التعادل مع سبعة النتيجة واحد واحد. لهؤلاء الناشئين الصغار من سيحمل الكاس ومن سيفوز بلقب التوتو. شايف والله كده تغيير في فريق التحرير، نزل نبيل محمد حسن احد المميزين جدا وبيبتدي رقم 15 النهارده واصحاب الاقدام اليسرى المميزين. يلا نبيل بقى ورينا هتعمل ايه النهارده مع فريقك. غير وجيه عبد المنعم عايز بقى ينشط الهجوم كده ودي كره خطره جوده، لكن يا سلام يا نبيل يا خلاني زي ما نبيل كده شاطر في الرقصات والاحتفالات وهو شاطر وهو في الدفاع وبيطلع كره خطيره من قدام منطقه الجزاء. يلعب احمد نبيل يرجع عند احمد علي لكن رفع رجله على عبد العزيز. اطرف فين؟
ويحسن الحكم ضرب كرة مباشرة وبيختار طلعت على الحكم وبياخد انذار. نلتزم بقى طلعت لعيب كبير والله ولعيب متميز طلعت واحد الموهوبين لازم بقى الاحلال طلعت وتلتزم بقرارات الحكام وتلعب على الصفارة. لعيب كويس والله لكن ما يروحش ليه وما ينفعش كورة من غير احلال. برافو والله ضرب كرة غير مباشرة ولعيب احمد علي وبينقذ هدف مؤكد مليون المية. والله اعزائي المشاهدين المباراة الان تشتغل على فريق سخن هما عاملين كده الولاد الصغيرين لان رائع جدا ممتاز والله بيلعبوا كورة مفيش عشوائية في تنظيم في الملعب في الدفاع وفي الهجوم ما شاء الله. واثنين مدربين طبعا مع كل فريق فريق النجوم بيدربوا الدكتور محمد وفريق التحرير بيدربوا وجاية الملعب يا ترى بقى كل مدرب بجهز ايه في الضباط اللي جايه في الشوط الثاني وضربه المرمى محمد عادل طلعت يلا طلعت واخد انذار بقى لحد دلوقتي طلعت وبيلعب عندنا علي عبد العزيز وعايز يعدي علي يا واد يا لعيب علي لكن على طول داخل عليه احمد علي وحاسب الحكم فاول. هنشوف بقى حاسب لمين اوف استراكشن كده اعتراض من احمد علي لكن والله بيحسب له احمد سمير الفاول لاحمد علي سمير. برافو احمد علي عامل مجهود كويس لحد دلوقتي. احمد طويله لكن قطع طلعت وطلعت وحطها ورد لعب الكاس لكن على طول جاي من الشمال لليمين زي الصقر احمد علي السيم يا ولد احمد علي هاي والله يا ابني جاي كده بسرعه في البارك وبيقطع الكره من طلعت قبل ما يروح بقى للجول. رانيت التماس يلا طلعت بيدور على نبيل وكره عاليه وطويله لكن فاول اوت. رجليك على الارض طلعت ركز شويه رامي التماس فاول اوت مره ثانيه. رامي التماس هيلعب الصقر احمد علي لاحمد نبيل احمد تطلع وتطلع وتطلع رامي التماس هيلعب محمد وليد ويسيبها لعلي عبد العزيز علي بقى بيدور على ثنائي الهجوم نبيل كيلاني وطلعت فندود وفتح له هناك كريم كيلاني متقدم لكن يقطع احمد علي وخطر وخطر واحمد علي متقدم ونعت اليمين وعدى من واحد لكن يا سلام طلعت يا ولد العيب لعلي مره ثانيه لعلي بالكعب لكن تلاقي جوده موجود جوده علي عند احمد علي لكن يطلع محمد وليد عند الكاس تروح لنبيل دبل كيك يا ولد العيب طلع وعدى طلع وللناحيه الثانيه علي لكن تقلش من على يده وتطلع ضربه مرمى. هايل يا طلعت وهايل يا علي والله عاملين شغل كويس لحد دلوقتي. وضربة المرمى هيلعب جودة ضربة المرمى يلا يا جودة يلعب طويلة ولا تعدي نص الملعب لكن يطلع ولا طلع ترد كده الجودة المنفعجي لكن تطلع طويلة وضربة مرمى. ضربة المرمى محمد عادل الجسري طويلة لكن يطلع جودة في نص الملعب لسه بقى نبيل بيدور على نفسه لحد دلوقتي يلا نبيل لعيب كويس ومتحرك ونشيط نبيل محمد حسن نحط عليه رقم 15 في الفريق الابيض فريق التحرير ورامي التماس احمد علي سليم طويلة لكن كالعادة رامي فاول بركز يا احمد نثبت رجلينا على الارض يلا يا شباب رامي التماس على عبد العزيز لنبيل كيلاني احد اصحاب القدم اليسرى يطول كده على عبد العزيز لكن احمد علي سليم جوكر الفريق النهارده واحد اصحاب المواهب العاليه والله يقطع وطلع رامي التماس عند طلعت خندوق يلا طلعت يا علي واحده كده عند كريم كيلاني بيحاول كريم يتقدم كده من الخلف للامام كريم كيلاني والله خليفه ابراهيم عيسى والجديد اللي لابس فانيلا حمرا ده نخلي عين عليه معكم من اللعيبه المدفعجيه في خط الدفاع كريم السيد كيلاني ورمية التماس من ناحيه الشمال لفريق التحرير احمد علي سليم لكن بقول لكم يا سلام يا كريم ما بيهزرش كريم كيلاني ما بيهزرش لعيب جات وصارم جوه الملعب يا ولد لعيب احمد علي طويله يا علي ولكن فاول لازم يا احمد تثبت رجليك على الارض وبرافو